فزنا بالمواجهة وقاعدة البرنامج الفائز يعاقب الخسران. المرحلة الأولى بتخوضها سماح بتجمع 15 ملعقة من داخل المي إلى داخل البرميل أو إلى داخل البالدي. أما بالنسبة للمرحلة الثانية يا سماح اللي بيني وبينك، أنت بتستلمي المي من داخل الصندوق وأنا بعبي المي من داخل البحر. لا أعزائي المشاهدين، بتشوفوا العقوبة. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، انتظرونا في تحديات جديدة، مواجهات جديدة وعقوبات جديدة. لكن قبل ما تودعي أشتي أقول لك إنه فريقي فاز بروك حاجة. فريقي فاز. سماح اختمي الحلقة. أخذ فلوسه وراح. بهروب حسن إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء. التحدي حان والشاشة ميدان، يا حظ من هو كان قد التحدي، يا حظ من هو كان قد التحدي. يلا بكل همة انجز مهمة، ما دمت متحدي واجه بهمة، ما دمت متحدي يا غالي يا حبوب. وقتك ترى محسوب يا غالي يا حبوب، وقتك ترى محسوب، عينك على الساعة وانجز لنا المطلوب، عينك على الساعة وانجز لنا المطلوب.